البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله نتلاقاو في واحد لافيديو جديده لافيديو ديال هذا النهار غادي نبارطاجي معكم ما روتين ديال الصباح لا روتين ديال الماتان مي غادي تشوفوا ما روتين سي فريمون زري 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 دابا 8:30 وعاد حطيت ولادي عند العلومه اليوم ما شاء الله غادي نخدم غادي نبدا الخدمه مع 11 ليكم غنطلع دابا قبل ما نطلع للدار غادي نمشي فيتشي ندير شويه ديال لي كورس ناقصني شحال من حاجه في الدار ديكو غنوصل ليدال هو اللي قريب لانونو باش ما نديرش لو تور بزاف ونضيع الوقت ديكو غندوز ليدال غنتقضى داكشي اللي خاصني وغنطلع للدار وفي الدار غادي نوريكم ما روتين اللي غادي ندير كيفاش كنوجد فطوري كيفاش كنوجد انا قبل نمشي للخدمه وكلشي المهم داكشي كله اللي كندير قبل ما كنمشي للخدمه بقاو معايا وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر واللي باقي ما تابوناش مازال ما تابوناش في ماشين طوندونس بوتي وبارطاجيو لا فيديو ولايكيو لا فيديو خليو لي دي كومونتير على توت الاغ دابا ندخل دغيا غادي نوجد فطوري فيت في فطوري درت الشوفان كريي حمرته شويه ودرت معاه واحد ياغورت مسوس مع شويه ديال لي فرومبواز فوالا او كافي ديالي انا اوبليغاتوا خاصني نشرب قهوه في الصباح صافي هادشي اللي كناخد الشوفان سوا كنديرو الا ما درتوش كناخد واحد كاطو فيت في مع القهوه مي حاجه اخرى اللي وليت منضبط عليها هاد الايام هما هاد لي برودوي هادو ديال الكولاجين كانوا وصلوني مع عند لا مارك كولاجين ليفت سي مارك فرونسي اي دوكو وليت كناخذهم كل صباح اجا صباح كناخذهم في واحد لا كور ديال دو موا دوكو انا بديتها هاد يو سيمين تقدروا تشربوا بحال هكا بوحدو ولا تخلطوا مع شويه ديال الماء انا في الاول كنت كنشرب بوحدو مي فيك كاين الصهد وهاد لي زونبول كيكونوا سخان دوكو كنخلطوا مع شويه ديال الماء وعاد كنشربو فوالا لو كو لي اغريابل زعما ماشي شي كو لي يجيكم خايب المهم غادي نكمل لاكيور ديالي ديال شهرين وان شاء الله غادي نخلي لكم عليها الراي ديالي سواء سوغ انستا سواء هنايا في يوتيوب بسم الله اي فوالا انا غادي نطلع نوريكم بعد شنو غادي ندير الوغ مور ما فطر دابا غادي ندير الماكياج ديال تولي جوغ فيت في باش نمشي ليا نمشي عليا الحال ومن بعد غادي نوريكم شنو غادي نلبس دابيتود في النهار الصباح كنقول الخدمه اولا الماكياج اللي كندير كل نهار كنكون جا مع هنايا في لاصال دو بان يعني تشوفوا بوغديل هذا في الماكياج اللي كنستعمل ديما يعني كيكون ديما قريب ليا كنحطو هنايا في لاصال دو بان الوغ اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير هذا ديال لوريال سي ان برايمر سي بور لي بور غادي ندير جوست شويه في لي جو فوالا هنايا فوالا من بعد غادي نستعمل الاكرون انا ما بقيتش في الصيف ما كنديرش ما كنديرش لي فونتان كندير غير الاكرون وديكو كندير هادي اكرون تانتي ديال لا روش بوسي فوالا واش كتبان لكم او ديال اس بي اف 50 بلس مع الضوء ما كيبانش مزيان فوالا اي باغي كندير هاد بيوتي بلندر بحال اللي كندير لو فونتان من بعد غادي ندير الكونسيلر غندير هذا ديال لا مارك ديال فيت مي ديال مايبيلين اي لا ريفيرونس سي 15 مهم نخلي لكم كاع لي ريفيرونس لتحت في لا بار دانفو باش الا كنت نسيت شي حاجه غنكتب لكم كلشي في لا بار دانفو من بعد غادي ناخد بودر بانانا ديال لا مارك ريفوليسيون او بلو بانسون غادي نديرها هنا باش نثبت الكونسيلر من بعد غادي ناخد لا باليت ديال مروكن مروكن باليت هادي فوالا حتى هما لي باليت لي كنستعمل ديما دوكو كنخليهم هنايا في لاصال دو بان
ندير في الاول لا كولور اللي هكايا كلير لا ريفيرونس كازابلانكا ومن بعد غناخد هاد لو اورانجي اللي هنايا لا ريفيرونس اوريكا بعد ديكو ما غاداش لي فاكونس هاد العام المغرب غير مع هاد لاباليت كيجيب الله راني تساليت المغرب كله غادي ناخد واحد البانسو يكون هكايا بلا وغادي نكحل نو سي با هادي وي سي هي وريكا بها غادي نكحل من تحت ديال عيني دي سافران او زعفران و هي اللي غادي ندير او ميليو ديال عيني من بعد غادي ناخد هاد لو برايمر ديال لا مارك لوريال سي باراديس فوالا غندير هو الاول الماسكارا باش كيطول ليا شويه الشفار ما غاديش ندير اليوم ايلاينر نيفو الماسكارا غادي ندير هاد الماسكارا هادي توتال تونتاسيون ديال مايبيلين فوالا ديجا كنهضر لكم عليها في انستغرام فرانشمون غزاله اي سي واتر بروف فوالا من بعد غادي ناخد بودر سولي ديال لا مارك مايبيلين او اون بانسون تكون بحال هكا فوالا ندير ان بوتي كونتورين او ميم طون باش يعطيني واحد ان بوتي بو ديال لي كولور لو بلوش غادي ناخذ ديال سيفورا و غادي ناخذ هاد لا كولور اللي شويه بيش اي فوالا غنبقى ليا الروج على لفغ نديرو مور ما غادي نلبس و نطلق شعري و كلشي و غادي نوريكم لولوكينا كو انا ساليت لبست ودرت الروج على لفغ ديكو الروج على لفغ اللي درت هو هذا ديال لا مارك مايبيلين سوبر ستاي لا ريفيرونس سي 117 المهم الا بغيتو تعرفوا كاع لي ريفيرونس كود كور ديال هاد لا مارك غتدخلوا الانستغرام ديالي نخلي لكم لتحت هو سي توندونس بيوتي وغتلقاو كاع لي ريفيرونس اللي كيعجبوني راه درت لكم ميم لي سواتش تماك المهم هنا لبست فوالا لبست دي شوسيغ طالون بحال هكا سي ديال لا مارك كيس le pantalon de Zara, le haut aussi de Zara et le sac et voilà c'était ça ma routine de tous les jours de sabah si je كنحط الدراري نجي كنجري نفطر ندير داكشي اللي خاصني ندير ونلبس ونمشي نتمنى تكون لا فيديو عجبتكم نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في اون بروشين فيديو ونخليكم بخير وعلى خير نهاركم مبروك بيزو